شهدت بعض أحياء مكة المكرمة هطول أمطار غزيرة مع صواعق، فيما لا تزال الفرصة مهيئة لهطول المزيد من أمطار الخير والبركة. بدين مقطعا يوثق أمطار حي العزيزية حيث تجمعت المياه في الشوارع وسمعت أصوات الرعد. وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريرها عن حالة الطقس أن الفرصة ما تزال مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة، كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء. نتمنى منكم الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الله، هذه أمطار عرفات اليوم الاثنين تاريخ 2/0/1444. ما شاء الله تبارك الله، اللهم اعطينا خيرها، بداية طيبة على مكة. هذا من الرياح الهابطة، شوفوا كيف الكرفانات، شوفوا أثار السحابة، كانت سحابة قوية جدا مع رياح هابطة. شوف الثانية وين، شوف الأشجار كيف، هذه سحابة النسيم مكة المكرمة، هذا الأثار اللي من السحابة، هذا الرياح الهابطة، الأمطار غزيرة على مكة المكرمة حي النسيم.